برحب بكم مشاهدينا ومشاهدي بيت العيلة الكرام، يوم جديد من أيامنا وأكيد موضوعات متجددة. تعالوا مشاهدينا الكرام نتعرف على فقرات بيت العيلة. أول فقرة هنتكلم فيها عن الآثار المصرية في العالم وملف استرداد هذه الآثار وقيمة وجود هذه الآثار خارج مصر. هل نسعى لاسترددها ولا في بعض الأحيان هذه الآثار بتثمن رسالة بتصل للعالم دون أن يعني ندفع مقابل هذه الرسالة؟ هنتعرف على كل ده من خلال ضيف مميز، لكن خلونا كمان نتعرف على فقرتنا التانية واللي هنتكلم فيها عن الاقتصاد الأخضر. ماذا يعني الاقتصاد الأخضر وهل في فرق بينه وبين الاقتصاد العادي؟ هل هو قادر على أنه يعني يبقى فيه تنمية مستدامة من خلاله لكن في ظل الحفاظ على البيئة؟ هنتعرف على كل ده في ثاني فقرتنا. خلونا نرحب بضيفنا الكريم اللي مشرفنا في أولى الفقرات واللي هنتكلم معاه عن الآثار المصرية اللي موجودة في العالم، موجودة فين؟ إيه أشهرها؟ وهل بنسعى لاستردادها ولا في بعض الأحيان بنبقى سايبينها بهدف أو بقصد معين؟ خلونا نرحب بدكتور رامي مينا المرشد السياحي. أهلا بحضرتك. أهلا سيادتك. سعداء بوجودك معانا في بيت العيلة. ملف مهم، آثار مصرية بتملأ كل المتاحف العالمية وبتملأ كل الميادين العالمية. في بعض الأحيان لما بتشوفها بتشعر بالفخر وتقول حاجة جميلة إنه آثارنا موجودة بره، لكن هي مش موجودة عندنا ليه؟ طب لو رجعت مصر هتحظى بكل هذا الاهتمام؟ كل العالم هيجي يشوفها؟ ولا احيانا لما بتبقى عندهم وبتبقى قريبه منهم بيتفرجوا عليها لكن ما حدش بيقول مثلا على نفرتيتي انها المانيه ولا اي طبعا تمثال موجود بره انه ميد ان فرانس؟ ففي النهايه الحاجات دي مصريه حتى لو لم تكن في مصر الا انها اثار مصريه والكل يعرف ومتاكد من هذا. شفت الملف ده ازاي؟ اولا احنا بنسبح على بحيره من الاثار، يعني دي جمله مشهوره قوي في عالم الاثار ان احنا بنعوم على بحيره من الاثار في كل مصر، في كل حته في مصر في اثر، او عندي زي ما بنقول بين كل اثر واثر في اثر. فدايما عندي اثار كتير جدا ماليه مصر كلها، وبالتالي مش كتير يعني ما يبقى في عندي مليون قطعه اثريه موجوده في العالم لان عندي ملايين في مصر. انا شايفها كده وبشوفها من وجهه نظر الدكتور عبد الحليم نور الدين استاذي في الماجستير والدكتوراه اللي كان دايما بيشوف ان الاثار دي بتعمل لي احسن دعايه لمصر في العالم كله. طبعا في اصوات عاليه جدا دايما بتنادي باسترداد كل فتفوته اثار في مصر من مصر طلعت من مصر، لكن انا مش مع كده خالص. انا لا شايف ان العالم بيجي لي، انا بعمل احسن دعايه في العالم كله من خلال اثاري في العالم، خلي اثاري بره على الاقل ما تحافظ عليها، على الاقل معروضه باحلى طريقه عرض. حضرتك لو تشوف طريقه العرض لما كنت في اللوفر ذهلت من طريقه العرض، في متحف تورينو، في كل حته بتشوف اثارنا معروضه بطريقه مذهله. يعني لما تبقى عارف انه هنتكلم بالتفاصيل، لكن خليني اقف عند انه حد سرق من دكتور رامي بدلته وعارضها بره وعاملين يقولوا دي بدله الدكتور رامي، دي اتفرجوا على بدله الدكتور رامي. يعني هي بتاعتنا يعني هي وجهات نظر مختلفه. أوكي. لكن انا واقف عند انها مصريه، البعض مسروق والبعض خرج ببعض الطرق اللي بنراها قانونيه لانه البعثات وتنقيبها خرجت ببعض قطع الاثار كهدايا او كمكافاه او ايا كان المسمى يعني. ففي النهايه انه الموضوع انها اثار مصريه ليه موجوده بره مصر؟ وعايز اقف عند دول بتراعي كل الحقوق وكل الالتزامات وما الى ذلك، ومع ذلك لا يعتدوا بانهم سارقين الاثار وواخدينها وان الاثار بتاعتنا وبيقولوا كلام يعني غير مقنع في الاثار دي عندهم ليه وموجوده ليه وما زالوا محتفظين بيها يعني. نصر عبد الغني لو انا مليونير مش هيفرق معايا اللي خد مني 10 جنيه. مش كده؟ انا عندي مليون مليار مليار قطعه، عندي بين كل اثر واثر اثر. شويه الاثار المليون قطعه اثريه اللي موجوده في 52 متحف في العالم. طبعا احصاءات غير رسميه لكن تقديرات علماء الاثار هنشوف الاحصائيات دلوقتي نجمعهم لحضرتك. فاللي طلع برد على كسرته الفظيعه جدا انا عندي اكتر منه وده بيعمل لي احسن دعايه. النهارده عشان اعمل في الماس ميديا او عشان اعمل في اعلان في اي حته في المانيا هدفع كام؟ هدفع كام؟ انا اثاري بتتكلم عني ببلاش يوميا للعالم كله. ما هو دكتور برضو الفكره ان الاثار دي لو موجوده في مصر كانوا هييجوا السياح عشان يزوروها في مصر. لكن صحيح. احيانا انت بتفقد سياح نظرا لانه هذه القطعه موجوده في بلدهم. طب انا لو الاثر جنبي وهروح اشوف شبيه لي او من نفس اسرته او بيحكي قصته موجود عندي موجود في بلد تانية، طب ما انا هروح ليه؟ في بعض الاحيان الناس بتنكر كده، قد يكون وجهه نظر يعني. ممكن وجهه نظر ثانيه ان لما بشوف المثال اللي قدامي في روما في المانيا في ايطاليا في امريكا في فرنسا في كل حته، انا باجي مصر اما بشوف تماثيل مصريه في كل حته بتجذبني لمصر. فدي بتبقى يعني زي الطعم اللي بجيبه بيه من بره.
فدي انا متبادل وجهه نظر. ده ما بقولش ما بدولهمش حد اللي عايز ان احنا نرجع كل جزئيه اثار في مصر، ما خلاص ده رايه ماشي. بس انا كمرشد سياحي كمان، وانا يعني اوبن مع العالم كله، لاني يعني اشكر ربنا المرشد الوحيد في مصر 8 لغات، فانا عايزهم يجوا، انا عايز كل الجنسيات تيجي. وانا شايف ان هم بيقولوا بيحكوا لي، بيقولوا انا شفت كذا فجيت، فانا حاسسها يعني حاسس الراجل بيجي لي عشان شاف كذا، عشان راح اتفرج على المتحف المصري في تورينو قال لي حاجه مصر، عشان راح اللوفر قال لي حاجه مصر، عشان شاف مسله في بلاز دو كونكورد قال لي حاجه مصر. فهو بيحكي لي بيقول لي انا دي اللي جذبتني لمصر. طيب ما اخليه ما اديله اللي بيجذبه، ما اديله اللي بيجذبه. انا شايف ان هذا، ودي كانت وجهه نظري، يمكن انا متاثر بالدكتور عبد الحليم لاني بموت فيه، فاحسن دكتور في مصر طبعا في الاثار كلها، فالله يرحمه يعني. ف لكن دي وجهه نظره انا. طب خليني اقف مع حضرتك عند اللي خرج بطرق قانونيه، من حقهم انهم يحتفظوا بيه، ومصر مش هتتدخل لانه خارج مع بعثات في تنقيب ومكافاه او هديه او ما الى ذلك، لكن اللي خارج بطرق مش قانونيه اعتقد انه يجب ان يرجع او يعود او يبقى فيه يعني حد قادر على استعاده هذه الاثار، لانه حتى الطرق القانونيه والطرق الوديه لم تؤتي بثمارها الحقيقه دكتور يعني. ومش هنقدر نحارب بقى. طيب مش يعني طيب يبقى خلاص، يبقى اسيبها لهم بقى، لان هي بتعمل لي احسن دعايه. وفي نفس الوقت انا شايف كده، دي وجهه نظري طبعا، يعني اللي يمسك وسيله اثار هو حر في وجهه نظره يطلب اللي طالبه وبتاع، لكن انا وجهه نظري انا شايف ان لا، خليها في بلدها، في بلادها، عشان بتجيب لي اثار، وعشان بتعمل لي احسن ريكلامه في العالم كله. و يعني انا شايفها كده، انا شايفها ان الاثار دي بتعمل لي دعايه، انا مش هقدر عليها لو انا يعني مش هقدر يعني فاينانشال ناس يعني لو دفعت مبالغ كبيره إن مش هقدر يعني. مش تقدرش تدفع المبالغ الضخمه جدا دي في اعلانات يوميه. انا عندي اعلانات يوميه بتجيلي، وفي نفس الوقت الاثار دي لا شيء من اللي عندي، وانا شفت بيعملوا ايه في اثاري في بلدي، ما يزعلش مني يعني. انا بشوفهم بيقفوا على الاثار برجليهم، انا بشوفهم لا طبعا مش كل الاماكن، في اماكن في بيفجروا اثار بعض الناس، مش كده في البلاد يعني جنبنا يعني بيفجروا اثار. عاوز اقف مع حضرتك عند فكره مهمه اخرى، وهي فكره انه الاثار المهمه اللي موجوده بره موجوده فين؟ حاضر. وبتضيف ايه؟ لان ده الجزء يعني اللي هيخلي الناس بتعرف. هم بلغوني بنقطه دي، انا جمعت لحضرتك اهم حاجات. طبعا هي مش احصاءات رسميه، لان الحاجه دي مش بتطلعش رسمي يعني، بس هي تجميع من علماء اثار في العالم كله، منهم المصريين طبعا، وتقديرات متاحف وكده. فنقدر نقول ان المليون قطعه اثريه الموجوده في حوالي 52 متحف في العالم، متقسمه الى اهم قطعه فيها هي المتحف البريطاني، فيه اكثر من 100 ألف قطعه، ما تشملش مجموعه اسمها مجموعه واندروف اللي هي اتهدت المتحف سنه 2001، وتضم 6 مليون قطعه من مصر والسودان، لكن دي مش داخله فيها. احنا بنتكلم عن 100 ألف قطعه مصريه من العصور التاريخيه. عندي المتحف المصري في متحف برلين الجديد في حوالي 80 ألف قطعه. عندي متحف بيتري للاثار المصريه في انجلترا في حوالي 80 ألف قطعه مصريه. عندي متحف اللوفر في حوالي 50 ألف قطعه مصريه. متحف الفنون الجميله بوسطن في امريكا في حوالي 45 ألف قطعه. متحف كيسلي لعلم الاثار ان اربر في امريكا في اكثر من 45 ألف قطعه. متحف جامعة بنسلفانيا أكثر من 42 ألف قطعة. متحف الأشمولي ميوزيوم في أكسفورد في إنجلترا في حوالي 40 ألف قطعة. المتحف المصري في تورينو في حوالي 32,500 قطعة مصرية. المعهد الشرقي شيكاغو في حوالي 30 ألف قطعة مصرية. متحف المتروبوليتان في نيويورك في حوالي 26 ألف قطعة. متحف أونتاريو الملكي في تورونتو في كندا في حوالي 25 ألف قطعة. متحف هيرست للانثروبولوجي في بيركلي كاليفورنيا في اكثر من 17,000 قطعه اثار مصريه. متحف العالم في ليفربول في انجلترا في اكثر من 16,000 قطعه اثار مصريه. المتحف القصري الوطني في فلورنسا في ايطاليا في اكثر من 14,000 قطعه. متحف تاريخ الفن في فيينا في النمسا في اكثر من 12,000 قطعه اثريه مصريه. عندي متحف الاثري الوطني في اثينا في اليونان في اثينا في اكثر من 8,000 قطعه. متحف بوشكين في الفنون الجميله في موسكو في اكثر من 8,000 قطعه. في متحف الدوله للفن المصري في ميونخ في حوالي 8,000 قطعه. في متحف رومر وبليزيوس في هايدلهايم في المانيا في 8,000 قطعه. متحف جامعه لايبزيج في ساكسونيا في المانيا في 8,000 قطعه. الارميتاج سان بيترسبرج في روسيا في اكثر من 5,500 قطعه اثريه مصريه. المتحف الوطني للاثار في لايدن في هولندا اللي واخد منها الاستاذي دكتور عبد الحليم نور الدين الدكتوراه بتاعته في اكثر من 5,000 قطعه، منهم 600 اللي هو ترجمهم دمطيقي.
فتح بيبدي، متحف بيبدي للتاريخ الطبيعي في نيو هافن في امريكا، في اكثر من 5000 قطعه اثار مصريه. متحف الفنون الجميله في بودابست في المجر، في اكثر من 4000 قطعه اثار مصريه. متحف دوك الشيان في كاليفورنيا، في اكثر من 4000 قطعه. المتحف الميداني للتاريخ الطبيعي في شيكاغو، في اكثر من 3500 قطعه اثار مصريه. المتحف المدني الاثري في بولونيا في ايطاليا، في 3500 قطعه اثار مصريه. متحف بروكلين امريكا، في اكثر من 3000 قطعه. متحف كارنيجي للتاريخ الطبيعي بنسلفانيا في امريكا، في اكثر من 2500 قطعه اثار مصريه. متحف كالسبرج الجديد في كوبنهاجن في الدنمارك، في اكثر من 19000 قطعه اثار مصريه. كل دول على سبيل المثال. المتحف الوطني احنا قربنا نخلص خالص. يعني اصل كتير جدا. يعني اشغل الناس بعدد القطع، لانه طبعا حضرتك بتتحدث عن يعني مليون قطعه في شوية موجوده موجوده خارج مصر. لكن انا عايز اقف مع حضرتك عند، هل تمت مخاطبه هذه المتاحف؟ هل طبعا يعني انا مش عايز اقول حضرتك بس من القطع ده، انا عندي معابد كامله بره مصر. معابد، معبد مصري قديم اتنقل لدوله تانية. عندي معابد لو نحب نتكلم عليهم ممكن، يعني لو عندي مسلات ماليه العالم، منهم 13 مسله في روم في ايطاليا. طبعا اكبر حوالي 220 الف قطعه بس في متاحف امريكا. 220 الف قطعه اثار مصريه في متاحف امريكا المختلفه. يعني امريكا واخده النصيب الاعظم في قطع الاثار الموجوده في المتاحف، وايطاليا في المسلات. مسلات مصر. تم رد قد ايه؟ يعني تم المخاطبه بقد ايه؟ يعني مش عايز اقول لحضرتك الترد، يعني نسبه صارخه جدا جدا جدا. انا مبسوط انهم موجودين بره، انا مبسوط انهم موجودين بره. بقول عايزين لحضرتك نشوف مع حضرتك الصور اللي قدامنا دي، وتقول لنا يعني الصور دي عن ايه؟ هو اوكي، هي معظمها من، انا مجمع الصور اللي انا قدمتها هنا عشان تتعرض. معظمها انا مش الصور مش واضحه قوي من هنا عشان الكاميرا مغطيه، بس معظمها اللي هي صور المتاحف المختلفه، الاشموليوم ميوزيوم، متحف بروكلين، المتاحف اللي احنا اتكلمنا عليها صورها موجوده. وموجوده كمان صور المعابد، يعني عندي هنا من ضمن الصور هتلاقي معبد طافا بهولندا. ده معبد مصري قديم اسمه طافا، موجود دلوقتي في هولندا. كان في قريه اسمها امبركاب في النوبه، اتبنى في العصر اليوناني والروماني سنه 1960، وعيد تركيبه عام 1971، وموجود في متحف الاثار في مدينه لايدن في هولندا. عندي معبد مصري قديم كامل، بس طبعا معابد صغيره، يعني مش معبد الكرنك، يعني معابد صغيره. معبد دندور في امريكا، ده اهدى الرئيس عبد الناصر سنه 63، اتجمع واتركب في 4 سنين، ابتدوه هناك سنه 67. كان على الشاطئ الغربي جنوب اسوان، واتشيد في العصر الروماني في 1 اغسطس، ونقوشه مصريه قديمه وكمان نقوش قبطيه. وده حصل ايام، كل المعابد دي اتنقلت ايام فتره السد، يعني ونقل انقاذ اثار النوبه، كنوع من الاعتراف بالجميل رسميا، اعتراف بالجميل ورد الجميل بس يعني في كلام غير رسمي بيتقال ان كان لازم دي تتاخد عشان الاثار تتنقص، فشايف يعني فورس ماجور. يعني خلينا ارجع في معبد ثالث، معبد الليسي في ايطاليا، كان في النوبه في قريه ابريم، واتشيد في عصر تحتمس الثالث، واهدي لايطاليا سنه 66، وتحافظ بمتحف تورينو جوه المتحف. معبد مصري قديم، معبد ديبوت في اسبانيا، معبد كامل مصري قديم كان جنوب اسوان في قرب الشلال الاول غرب النيل، واهدي لاسبانيا سنه 60، واتحط في حديقه ديل ادستي قرب القصر الملكي في مدريد، وقدامه بحيره رائعه. طبعا طريقه العرض الاثار مذهله مذهله رائعه، تخليك مش عايز تسيب الاثر. ليه ما قدرناش نستفيد من عندي معبد كلبشه، معبد كلبشه جزء منه بوابه كامله، بوابه اطلاميه اتنقلت لالمانيا، اهدت لالمانيا وحفظ بجناح الاثار المصريه في معهد برلين، اللي هي البوابه الاطلاميه بتاع معبد كلبشه. عندي مسلات كتير جدا هتكلم عليهم. طيب. بس خليني اقف مع حضرتك عند انه لما شفنا طرق العرض اللي بتتعرض بيها المتاحف وقدرتهم على ابرازها بهذا الشكل، تمام، عندنا قادرين ان احنا نعمل كده، وفي اجزاء معروضه بشكل جيد، لكن ليه ما استفدناش من الخبره دي؟ لانه فكره انك تمتلك اثار، بنمتلك الاف من الملايين الاثار، ما بيقدرش قيمه الحاجه اللي بيتحرم منها. انا عندي كتير فمش حاسس بقيمته. عندي بين كل اثر واثر اثر، فعندي كتير، عندي ملايين منها، فمش حاسس باثر. هو بالنسبه له الاثر ده قيم جدا، لانه بالنسبه له، بالنسبه لي مقارنه بيا، نادر طبعا بالنسبه له. فهو بيعرضه باحسن طريقه، هم بيحبوا الاثار، هم بيحبوا الثقافه، هم شعب، بيسموا الامريكان مثلا بيقولوا بيسموهم شعب اكل، يعني بيقولوا دوده كتب، مش كده؟ دوده كتب، يعني يعني عارف الدوده لما بتستهلك الحرير، او هم سوري بتستهلك يعني
تنتج الحرير تستهلك هي بيستهلكوا المعلومات بيستهلكوا الثقافة غيرنا خالص. أنا ثقافتي في حاجات تانية، أنا بفكر في حاجات تانية، هما بيفكروا في العلم في الثقافة. خلينا نفتكر عند الآثار المصرية اللي موجودة عندنا واللي العالم بتستهويه وبييجوا لزيارتها وشايفين إنها من الحاجات المهمة جدا، اللي حتى لو عندهم آثار في بلدانهم مصرية إلا إنه علشان يجي ويشوف الاثر المصري دي حاجه بالنسبه له لا تقدر بثمن. طبعا طبعا بيدفع ملايين، بالنسبه لي انا بيدفع كتير جدا جدا عشان يجي يشوف الـ الاثار بتاعتي. انا ممكن ما ببقى ساكن جنب الهرم وما بروحش ازوره، مش كده؟ في ناس بتبقى ساكنه جنب الاثار في مصر في الوسط. ايه اكثر الحاجات اللي بتستهوي الاجانب في الزيارات المصريه بخبره حضرتك؟ انا من خبرتي كمرشد بقالي يمكن اكتر من 28 سنه جايدنج، فلا اقول لك ابو سمبل بيموت السياح في الاعجاب يعني. طبعا الهرم معجزه المعجزات، ابو سمبل والهرم اكتر اثرين دايما بيبهروا الناس وبيبهروني انا شخصيا يعني. طبعا في حاجات يعني تقف قدام مثلا تمثال رمسيس الثاني في الرمسي وتحس انك نمله جنب التمثال يعني اتس انبليفبل يعني. فطبعا في اثار كتيره قوي في مصر مذهله، لكن كفايه عين رمسيس، كفايه تمثال ابو سمبل 115 مش عارف 115 متر ومش عارف ايه ده؟ ايه الاحجام العملاقيه دي اللي هم عملوها؟ ازاي بنوا كده يعني؟ ازاي الهرم ده اتبنى بالطريقه دي؟ 2 مليون 300 الف حجر، 146 متر ارتفاع، 232 متر طول، ايه القوه دي؟ ايه الجبروت ده؟ ايه؟ لحد النهارده محدش عارف، لحد النهارده محدش عارف. خلينا بقى نتكلم حقيقه وعلم بقى، محدش عارف، محدش عارف. عاوز اقف مع حضرتك كمان عند انه ازاي نطور اثارنا وازاي نطور طرق العرض وازاي يعني المتحف المصري الكبير في طور انه ينتهي قريبا، في ابداع لا حدود له وفي طرق عرض اعتقد انها مختلفه تبتدي تضاهي ما بيتم عرضه في مختلف دول العالم، ويكفي انه هتطل منه على الاهرامات مباشره وبيحاول بيعملوا الطريق قدامه علشان يبقى يعني متحف مفتوح على الاهرامات مباشره. شفتوا ازاي وشفت الاثار اللي موجوده فيه والنقله اللي هتنقل مصر من خلال كم اللي كنا بنملكه وطرق عرضها الان؟ شفتوا روعه، بس لو السياحه استمرت انا مش عارف السياحه استمرت في العالم ولا لا، انا عندي كورونا النهارده فمحدش عارف. بعيدا عن الكورونا بتكلم عن المتحف حاول يا دكتور تخلينا متفائلين اكتر، بس انا بحاول اكون واقعي لان طبعا كورونا قفلت السياحه في العالم كله، الطيران في العالم الواقع، لكن ده احنا عندنا سياحه في بلدان مقفله خالص يعني، في سياح بيجوا لنا برغم من ازمه كورونا المستمره قبل كده يعني. ماشي اوكي اتفضل. فانا شايفه طبعا كانجاز رائع، كانجاز رائع يعني. الوزاره والشغل اللي اتعمل في مصر في المتحف ده اتس انبيليفبل برضو، اتس يعني سكند تو نان يعني، سكند تو نان. مفيش بقى ما لا يعلى عليه. لكن في نفس الوقت يعني برضو يعني المانيا لوف برضو في طريقه العرض رائعه يعني، بس برضو انا متوقع ان المتحف المصري هيكون اكثر مما نتوقع يعني. لكن حسب ما احنا شايفين في الميديا وكده، لا شغل جامد جدا، شغل جميل جدا جدا. ولو السياحه رجعت تاني وبقت قويه تاني هيبقى نقله فظيعه لمصر، واتمنى ان ده يكون الواقع اللي هيحصل يعني. عايز اقف مع حضرتك عند ملف الارشاد السياحي بوصفك من المرشدين الكبار وبوصفك لك باع في هذا المجال. الارشاد السياحي في مصر ازاي بيتم التعامل مع السياح؟ ايه اللي بينقص هذا الملف؟ عندنا كم من المرشدين السياحيين العالميين، ازاي بتتعامل معاهم وازاي السياحه في مصر يعني بتتطور عن طريق المرشدين السياحيين؟ لان هم عيون المصريين، هم مستشاريها، هم لهم دور مهم جدا في نقل كل حاجه عن مصر للاجانب. هم كل حاجه حضرتك قلتها، هم اللي بيتكلموا باسم مصر، هم بيعملوا كل حاجه لمصر، هم ما بياخدوش حاجه للاسف. متبهدلين دلوقتي، متبهدلين بمعنى كلمه متبهدلين يعني. المرشد السياحي النهارده من ساعه 2011 لحد النهارده مش لاقي شغل. معظم مرشدين مصر من بعد الثوره السياحه قلت جدا وبعد كورونا اتبهدلت جدا. طيب ممكن الدوله تبص لهم؟ يا ريت، نتمنى ان نبص لهم اكتر من كده. طبعا انا واثق في يعني رئاسه الدوله وفي كده انهم مع السياحه مع الارشاد، بس احنا محتاجين نظره، محتاجين نظره. البلد هتنهض بالسياحه باذن ربنا، كورونا زي ما حضرتك قلت تزول يعني وترجع السياحه. فالمرشدين دول يعني محتاجين يحسوا انهم قدموا لبلدهم مليارات، المليارات دول جت من خلال المرشدين السياحيين لمصر، فمش كتير عليهم ان في وقت ازمتهم
اللي هي مطوله قوي معاهم الدوله تهتم بيهم. لان انا بكلمك انا مرشد سياحي يمكن ربنا اكرمني 8 لغات، الورش الوحيد في مصر 9 لغات، لكن في زميلي بيشتغل لغه واحده او بيشتغل انجليزي، وده معظم المرشدين يعني. طيب هيعمل ايه من 2011 لحد النهارده؟ انا مش عايز اقول لحضرتك في مآسي بتحصل او حصلت في المجال السياحي، هو الموضوع على الجميع، لكن نتمنى طبعا ان يتم النظر اليهم نظرا لانهم قدموا يعني قدموا دخلوا مصر جيده جدا، دخلوا مصر مليارات، وهم كانوا في منتهى الامانه في كل حاجه يعني. كان مصر السياحي معروف ان هو حريص على دخل بلده، يعني تذاكر مصر حريص انه توصل بافضل يعني، كان بيروج لمصر، بيبيع مصر في كل حته، عمل كتير قوي لمصر. فمش كتير انه مصر النهارده تهتم بهذا القطاع الارشاد السياحي، واتمنى ان في يوم من الايام ترجع السياحه تاني قويه. وحتى لو كلنا نتمنى، لانه على مستوى الدوله حتى لو ما رجعتش يعني من الطراز الاول يعني، يا ريت برضو اذا كان تدريب تحويلي اذا كده وات ايفر، لكن يتشاف حل المآسي اللي بين زمايلنا كتير. عاوز اقف مع حضرتك عند القطع اللي موجوده بره ونرجع لهذا الملف مره ثانيه. هل هناك قطع تستحق بقيمتها والفكره المتعلقه بزيارتها والاقبال عليها انها تعود مره اخرى لمصر؟ هو في مبدا في الرياضه بيقول مليون في اي حاجه او ما لا نهايه في اي حاجه تديني ما لا نهايه الا لو كان صفر يعني. فانا عندي الاثر في حد ذاته ما لا نهايه، قيمته ملوش قيمه عاليه جدا يعني، برايسلس يمكن الكلمة الوحيدة اللي يقوله يعني. اي كلمة لاس بتضيف اي يعني يعني في برافكس وسافكس، ده سافكس هنا لاس، برايس لاس اي حاجة مثلا، وايز لاس يعني عديم الحكمة، لكن برايس لاس معناها مش عديم الثمن، دي معناها لا يقدر بثمن. فبيقول له دي الكلمة الوحيدة اللي بتدي المعنى العكسي يعني. فالاثار برايس لاس ملهاش ثمن، مليارات يعني ما لا نهاية. فاي اثر مهما كان صغير هو ما لا نهاية، هو قيمته عالية قوي قوي قوي. بنتكلم في حاجات شهيره في اماكن الاكثر شهره. اي اثر الاكثر شهره هنتكلم عن مشهوره في المجال بتاعنا يعني، هتكلم مثلا عن حجر رشيد من اكثر القطع الاثريه اللي موجوده في الخارج، مشهوره جدا. هنتكلم عن راس نفرتيتي، حضرتك اتكلمتيني عليها قبل الحوار. راس نفرتيتي زي ما سيادتك قلت انها قطعه اثريه مهمه جدا بره في متحف برلين. هنتكلم عن تمثال حميون مهندس الهرم الكبير، ده موجود في هايدل في المانيا، هايدل سايم. هنتكلم عن تمثال الكاتب المصري باللوفر، تمثال رائع. هنتكلم عن تمثال منقرع ومراته مثلا في متحف الفنون الجميله ببوسطن، دي كلها تماثيل يعني ماستر بيسز. ليه؟ لانها لها اهميه خاصه يعني. حجر رشيد ده الحجر اللي من خلاله اكتشفت اللغه المصريه القديمه. اللغه المصريه القديمه حضرتك زي ما عارف يعني هي طلعت من اسمين، اسم كليوباترا واسم بطليموس. لقاهم واد عبقري اسمه شامبليون، جان فرانسوا شامبليون، بيعرف له كام 6 17 لغات كده، وكان اليوناني بالنسبه له لاعب عيال. فقرا الاسمين وجاب منهم المكافئ، لا طبعا استنتج ان الخرطوشه دي مكتوب ده اسم كليوباترا ويبقى ده اسم بطليموس. قارن الحروف، قارن العلامات، قال لك يبقى اللام هنا تجي تقابل هنا، قارنها. بعدين درس 23 سنه بيدرس آثار مشابهة مترجمة، وكان عندي كتير مترجم. ليه؟ لأن أنا مصر قعدت لها 1000 سنة محتلة يوناني روماني، من 641 يعني 332 قبل الميلاد، 641 بعد 641 سوري 331 لحد 30 قبل الميلاد أو 31، وبعدين من 31 ل 641 عصر يوناني، بعد عصر روماني عندي 970 سنة جريك رومان بيريد. في ال 970 سنة دي حوالي 10 قرون، مش بس مصر نقلت لغتها للعالم، طبعا كل تشرت بقى ديزر، بقى ديزر، بقى ديزرتو اللي هي صحراء من الهيروغليفي، دشرت كلمات كتير قوي في كل اللغات منها العربي كمان الاف الكلمات. لكن مش بس كده، لا اللغه المصريه القديمه انتشرت في العالم كله. فالمفتاح اللغه المصريه القديمه ده جابه لي شامبليون لما درست لي النصوص، جاب نصوص طبعا اللغه المصريه القديمه كانت مترجمه نصوص باليوناني وبالمصري القديم، فجاب الحاجات المترجمه دي كتير زي حجر رشيد، حاجات تماثل حجر رشيد، وقعد يدرس عليها لحد ما عمل لي قاموس كده من حوالي 700 علامه فيهم اهم علامات اللغه المصريه القديمه، وبيهم قدر يكتشف اللغه المصريه القديمه. قعد 23 سنه يدرس، طفل صغير، ولد صغير شاب، مات عند حاجه 40 سنه بعد 23 سنه دراسه. وبعدين في خلال الفتره دي اكتشف لي اللغه المصريه القديمه. مين قدر يعمل كده في العالم؟ بدايته حجر رشيد
فالحجر ده رمز، الحجر ده هو مفتاح اللغه المصريه القديمه. عشان عاوز اقف عنده بقى، واقف عند استرداد، ولما تبقى حاجات بهذه القيمه يعني كل الاثار المصريه ذات قيمه طبعا، لكن في حاجات الاكثر شهره الاكثر قيمه فالتعامل معاها يعني وصلنا في التفاوض الى اي مرحله؟ مش هيرجع السودان يعني، هيرجع ولا حاجه هترجع، ولا حاجه هترجع، خليك يعني خلينا عمليين، مش هيرجع لك اذا كان، ما تزعلش مني، احنا عند حتى اذا كان احنا بلدنا. ما انا طب انا عاوز بس بصرف النظر عن بلد، انا بتكلم لما بيتم مخاطبه بريطانيا أو اي متحف من المتاحف العالم من اجل رد هذه القطعه لانها قطعه ممكن مصرية. ترجع ثلاث اشهر تعرضها في افتتاح مثلا. الرد بيبقى ايه بس؟ عايز اعرف. ده اثار انسانيه، دي اثار انسانيه، واحنا كتير منا طلع بصوره قانونيه زي ما حضرتك قلت. زمان كان قانون الاثار كده، انت لقيت حاجه تاخد النص وانا اخد النص، خد النص بتاعها. جاي النهارده بعد ما بعد سنين تقول لي هات لي ده كان حقي وكنا متفقين على كده وطلع قانوني. في حاجات ما طلعتش قانوني، اتقال جبس وهو حجر جيري وطلعت نفرتيتي بيقول اتقال كده. تمام؟ طب خلاص دي اتكلم فيها، دي يعني نيجوشيبل. ليه؟ لان دي انت ممكن تكون حصل فيها تدليس، خدعه. اوكي، المفاوضات اللي بتتحدث عنها دي بيحدث فيها ايه؟ هم بيرفضوا يعني؟ لا مش هنرجعهم ودي بتاعتنا يعني كده؟ طلعت قانوني، تاخدها مني ليه؟ طلعت قانوني وده اتفاق، ولحد النهارده تجاره الاثار في بلاد كتير قوي في العالم مقننه. يعني انت ممكن تبقى زي ما بتتاجر في في, في 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 سلعه معينه، انت ممكن تتاجر في الاثار بره، يعني بره هنا في قانون الاثار بيمنع تماما طبعا، لكن بره في بيبيعوا اثار، في متاحف علنيه بتتعمل للاثار ويبيع القطعه دي بكذا وكذا وكذا، فالعمليه مش يعني وجهه نظر مختلفه. انا عندي محرمه بس عندي برضه وجهه نظر، يعني في ناس لحد النهارده يقول لك انا ادور في بيتي ولا حاجتي، حقي ربنا بعتها لي، ده كنز رايته في بيتي. طبعا القوانين المصريه بالتجاره ده، لكن القوانين المصريه بتجرم ده، المفاوضات بيننا وبين المتاحف العالميه انا عندي مصريين يعني بيحللوها، بعض المصريين بيحللوها ويقول لك طبعا دي حاجه الدوله خلاص، لكن في ناس يقول لك انا لقيتها هم بره، في كتير بيقول لك انا خدتها قانوني، في بيقول لك انا من حقي تاجر في الاثار، يعني تجاره الاثار في معارض للاثار رسميه موجوده، مزادات مزادات للاثار المصريه وللاثار كلها بره. فانت بتتكلم زي ما مثلا ايه، لا انت لازم تبني الطريقه دي بره، طريقه تفكير مختلفه، انه في بعض الاثار المصريه استطعنا استردادها. ليه؟ لانها طلعت بالتدليس، طلعت غلط، فهو امين، هو بره يعني قال لك انا طلعتها فعلا، اذا كان دي حصل فيها تدليس لحق تاخدها. فدي ممكن اخدها، اللي هي طلعت بالغلط، اللي طلعت بنظام مش قانوني، او اتهربت سواء في شنط دبلوماسيه او مع علماء اثار، او مع طلعت مع تجار اثار، ناس بتهربها. انا بتكلم عن ان انا دي ممكن يعني تبقى. اصل برضه القناعه انه الاثار دي هي مصريه، هم بقى يقولوا اصل طلعت ازاي ولا راحت منين ولا جت ازاي، هي في النهايه اثار مصريه برضه، عشان ما نبقاش بنلف في حلقه كل يعني حضرتك كل بعتها لي، حضرتك بعتها لي والبيع ما فيهوش البيع والشراء معاك ما يثبت ان انا بعت لك دي هذه الاثار، انا قبضت ثمن وانت في عقد بيني وبينك ان انا بعت لك هذه الاثار. كان في عقد، كان في عقد 50% بتاخد اللي طلعت بهذا الشكل خلاص، لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي ما فيش ما يثبت ان هو اخذها. دي حقنا يعني يقول ان هذه بتاعتنا واثار انسانيه، ما الاثار الانسانيه دي لما تبقى مصنوعه في الانسانيه، لكن دي مصنوعه في مصر بتاعه المصريين، ده اثر مصري وله تاريخ وموجود في الكتب وكل علماء الاثار يعرفوا، بس عشان ما نبقاش بنفرط في حقوق على كل واحد قادر على الاقناع يقول لي يثبت حاجه بتاعته انها حق وهي مش حقهم يعني في النهايه، ايا كانت استردناها ما عرفناش عرفنا، لكن في النهايه هي اثار مصريه يعني مع كامل احترامي لكل القوانين عليها الختم بتاعي يعني. عليها الخرطوشه بتاعتي بالزبط. عليها الاسم بتاعي ماشي، انا ما قلتش انها مش بتاعتي بس انا بقول حضارتي مش بتاعتي لوحدي، حضارتي هي ملك العالم بس ده اللي بقول. قابلت طبعا اكيد سياح من كل حدب وصوب يعني زي ما بيقال، بشتغل مع يابانيين، بشتغل مع فرنسيين، بشتغل مع المان، بشتغل مع كل الجنسيات. ايه اكثر الدول الشغوفه بالاثار المصريه؟ اثنين طبعا، اكثر اثنين في الدنيا غاويين اثار مصر، المانيا وفرنسا. المانيا وفرنسا دول ليه؟ اليابان ليه مثلا يعني؟ مش مهتمين قوي بالاثار زي الدول الثانيه، ايطاليا اقل شويه مع انها دوله فنيه وحضاريه كبيره، بس يعني هم يعني مش 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 العلم بالنسبه لهم يعني تقيل شويه، مش بيحبوا يهرجوا كده يعني. لكن فرنسا المانيا لا، ده بيبقى قاري كل حاجه قبلها، بيبقى قاري وبيقول لك. الاهتمام ده جالهم منين او الشغف بالاثار المصريه ده يعني نبع عشان هم منين؟ اللي جابوها، هم اللي جابوها لنا، هم اللي علمونا الاثار، هم اللي اكتشفوها لنا. ما هو جان فرانسوا شامبليون ده ايه؟ ده فرنسي اللي اكتشف الحجر. فبقى الايجيبتوماني او الهوس بمصر بقى في كل فرنسا. ليه؟ لان ابنهم اكتشف الاثار المصريه، فبقى العلم الاثار ده بقى وهوس في فرنسا، ابنهم اكتشف اثار مصر. ايه اكثر الدول اللي بتدرس وهي ابتدت الايجيبتولوجي منهم؟ اكتر طبعا دول فرنسا والمانيا برضه،
واكتر ماجستيرات ودكتوراه بتتخرج من هناك في المجال ده. المانيا كتبت لي الفيرت بوخد اجيب شفراخ. عندي ادولف ايرمان وهيرمان جرابو 1925 كانوا طلعين لي اكبر قاموس حتى هذه اللحظه في اللغه المصريه القديمه واكتر قاموس في موثوقيه يعني دقه. انا ترجمت معظم القواميس دي يعني العربي وكده من عده لغات تجميع لجميع القبائل الالماني والفرنساوي بتاع. وباذن ربنا بالرغم من انه الالمان والفرنسويين عندهم اثار مصريه كتير الا انهم برضو شغوفين بانهم يشوفوا يجوا في مصر يشوفوا الاثار. طبعا طبعا ده شغلهم، هم اللي ابتدوا العلم ده في العالم كله وانا اتعلمنا منهم وبقينا كويسين فيه منهم. يعني هم فرانسوا شامبليون اللي ابتدى 1822 ابتدى اللغه المصريه القديمه، وفي 200 سنه ظل 200 سنه العالم كله اتعلمها. بيقولوا ايه عن الاثار المصريه؟ يعني هم وجهه نظرهم في الموضوع ايه؟ ام العالم زي ما احنا بنقول ام العالم، هي فعلا من اكبر حضارات العالم من اقدم حضارات العالم. وانا شخصيا مقتنع لن تخرج اللغه الام للعالم عن اللغه المصريه القديمه او اللغه السومريه وغالبا السومريه، بس مصر القديمه مصر جامد قوي. فالسومري والمصري القديم معاصرين في العالم كله، وماجستير ودكتوراه الاف الكلمات عندي من تاثير في. هل قادرين على ان احنا نعمل اتفاقيات ان احنا يعني مش عايز اقول ناخد حاجتنا مثلا او ناخدهم نضعهم في متاحف وعن في مصريه ويعودوا تاني لهذه البلدان باتفاقيات او يتم عرضها حتى في مصر؟ حضرتك بتجيب شويه دكتور حليم نور الدين الله يكرمه يعني الله يرحمه، دكتور عبد الحليم نور الدين رجع لنا حاجات من اسرائيل. يمكن مش كتير بيتكلموا على الدكتور عبد الحليم رجعه من اسرائيل، لكن هو الراجل ده مظلوم في كل حاجه يعني. ما يعني اتهم في المتحف المصري واتشال من وزاره الاثار. الله يتكلم على فكره الراجل ده اتظلم كتير، ولكن هو رجع لنا اثار. لو حبينا ان احنا ناخد منها اثر مهم يتم وضعه في المتحف المصري لفتره ثم احنا طلبنا واحتمال يكون في استجابه باذن ربنا. طلبنا عشان افتتاح المصري المتحف المصري الجديد راس نفرتيتي، طلبنا هل هترجع؟ ممكن 3 اشهر بقى. طبعا دي دبلوماسيه وحاجات سياسيه يعني، لكن ليه لا؟ بس في ناس وجهه نظر تقول لك يعني هي لو رجعت هنضمنها ترجع تاني يعني ما لو طلعت، ففي تخوف. بس طبعا دي اتفاقيات دول وكلمه شرف يعني اكيد طبعا. لكن عايز اقول لك ان هتلر نفسه لما بص التماثيل المصريه اللي ما كانش رجع في قرار انا مش هرجع مش هرجع دي مش هترجع الحاجات دي خلاص. رائعه رائعه. يقول لك لما ميركل بصت في عينين نفرتيتي يعني انت عارف اللي اتقال يعني وقتها. فلا بيحبوا اثارنا جدا بيموتوا فيها، واثارنا تستحق هذا الاهتمام تستحق هذا الشغف. اثارنا العالم كله بيقدرها الا كثيرين منا للاسف. زمروا الحي لا يطرب يعني في بعض زمروا الحي لا يطرب يعني. خليني كمان اقف مع حضرتك عند يعني في عصور جديده زي العصر اللي احنا فيه، هل يجب ان يتم التعامل مع الاثار بشكل مختلف في فكره انه نبتدي ندرسها في المدارس مش بالشكل السطحي اللي بيتم التدريس في خطأ كبير بشكل مختلف؟ وجهه نظر حضرتك ايه في النقطه دي؟ اولا احنا لازم نستغل اثارنا حلو قوي. في خطوه اتعملت حلوه جدا في رايي، دمج وزارتي الاثار والسياحه، دي صح دي صح جدا. وزير الاثار لازم يبقى مسؤول عن السياحه لان الاثنين مكملين لبعض لهم علاقه وثيقه يعني. دي طبعا صح جدا، وانا شايف ان ده خطوه اوليه مبدئيه حلوه، بس جت في وقت في كورونا حصل في كورونا وحصل في بتاع، فالموضوع مش جايب ثماره قوي لان الوضع صعب. انا عايز اعرف يعني زي ما بتدرس الاثار المصريه في بلدان كثيره وعامله لهم شغف وبيحبوها، برضو ممكن عندنا يبقى في طريقه يعني تدريس جاذبه، طريقه تدريس معتمده على زياره هذه الاماكن، انه مش بس بنقرا شويه ورق عن الاثار، لا علشان تحصل على الدرجه العلميه يجب ان تذهب لترى هذا الاثر. عايز شعبك يحب الهيروغليفي؟ عايز شعبك يحب الاثار؟ علمه هيروغليفي، علمه اللغه المصريه القديمه، هيحبوا الاثار. احنا ما نعلمش اللغه المصريه القديمه، يا ريت تتعلم في المدارس، ما ينفعش ان مصر ما تتعلمش اللغه المصريه القديمه. وهم ايه يعني كام حرف يعني؟ ما احنا ما نعلمش ياباني يا جماعه. اللغه المصريه القديمه ليست بهذه الصعوبه ولا بهذا التعقيد. السؤال الاستفاده هتبقى ايه؟ يعني لما اتعلم هنتحدث بيها ولا هنعمل بيها ايه؟ برضه عشان نبقى واقعيين يعني. اوكي، اما انا بعتقد حاجه بحبها تمام؟ لا اما طول ما انا خيبان في الانجليزي، طول ما انا مش بحب هذه الثقافه، طول ما انا لقيت نفسي شطرت في لغه هحبها وهحب ثقافتها وهحب. فاما ادرس اللغه المصريه القديمه واحبها هتلاقيني على طول عندي وعي اثري، حاسعى لمعرفه الحاجه، اللي بيتقدم في حاجه بيسعى انه ايه؟ حاسعى للحفاظ عليها، هعرف قيمتها. بالظبط، فهحبب الناس فيها، هحبب الشباب فيها، لان انا اعلم ولادي
اللغه المصريه القديمه. اللغه المصريه القديمه لو هناخد يعني الحروف الاحاديه سهل ان انا اتعلمها في المدرسه، سهل ان انا كل ولادي يكتبوا اسميهم بالهيروغليفي، سهل. المدخل رائع ان انا احبب الشعب في حضارته في ثقافته، بدل ما يطلعوا متطرفين وارهابيين ومش عارف ايه، لا اخليهم ناس مثقفين. فدي وجهه نظر برضه. خليني اقف معاك عند فكره انه الزيارات للاماكن دي في ناس ما بتروحهاش خالص. والموضوع بالنسبه لهم عادي، ولما تقعد تكتشف ان كل ساكن جنبه ما يطلعش بالظبط، تلاقي كل الناس حابه والسياح جايين من كل البلدان عشان يشوفوها واحنا مش بنشوفها. تقرب وجهه النظر ازاي وتقنع الناس باهميه الاثار دي؟ اصل في النهايه تحب وما تحبش، طبعا كل واحد ممكن يبقى شغوف بحاجه او لا، لكن لما تبقى بقيمه كبيره ولما انت بتزود وعي الناس لدرجه ان انت بدل ما انت عندك 100,000 مرشد سياحي هيبقى عندك عشرات الملايين، الشعب كله هيبقى قادر على ترويج السياحه ومساعده السياح وفكره انه متيقن وعارف قيمه اللي بيقوم بيه. يعني في جملة بحبها بتقول تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، يعني غير فكرك يتغير سلوكك. يعني لما أغير طريقة تفكيري هيتغير النتيجة والسلوك. فأنا أغير طريقة تفكيري، بلاش أفكر إن الآثار دي مصيبة، بلاش أفكر إن الآثار دي مش مفروض أزورها، بلاش أفكر إن لو غيرت طريقة التفكير دي هحب الأثر، لو اتعلمت لغة مصرية قديمة، لو اتعلمت هيروغليفي هحب الأثر. فغير نغير طريقة تفكير الشباب، نركز على الحاجات الإيجابية، نشيل الأفكار السلبية اللي بتتكلم عن إن السياح دولار ماشي على رجلين ولازم نستغله، على إن الحرام أزور الآثار والمقابر الفرعونية، على إن مش عارف إيه، أنا مش بعبدها يعني. فلو الأفكار دي اتغيرت أنا هحب السياحة، هحب الآثار، هحب هقدر ان انا اغير ثقافه بلدي، هخلي بلدي غنيه جدا زي كل الدول اللي بتهتم بالاثار وبالسياحه وبالثقافه وقدرت انها تحقق منها كتير. هقدر ان انا اروج للسياحه، هخلي شعبي بيحب السياح فعلا وبيحب السياحه فعلا وبيروجها فعلا، مش هو طبيعته حبوب، شعب المصري حبوب. فاستغل النقطه دي في ان انا بس اشيل منه الافكار الاوفر قوي، وبكده هقدر ان انا اروج للسياحه حلو جدا. عاوز اقف معاك عند ارفع اقتصاد بلدي جدا جدا. اثارنا السياحيه اللي موجوده بره، هل من المفترض ان احنا بما انه بقى امر واقع نتعامل مع الموقف ده بان احنا نبتدي نمدهم بمعلومات متعلقه بالاثار، نبتدي نقول لهم تاريخ الحاجات دي، يعني نضيف لهذه الاثار بما انها موجوده ومحتاجه دعم مننا، ولا شايف الموضوع ازاي؟ هو كلام عارف منطقي وحلو جدا يا مستر عبد الغني، بس الواقع عكس كده، ان هم اللي بيدوني معلومات عن اثاري، لان هو اللي علمني لغتي، الاجنبي هو اللي علمني لغتي لما اكتشفها لي، وهو اللي بيعلمني انا متعلم اثار. النهارده اللي بيتعلم يعني اللي عايز يدرس ايجيبتولوجي لازم يكون عارف الفرنسي والالماني، اللي احنا اتفقنا دول الدولتين اللي كان لهم السبق واكتر الناس اشتغلوا في القصه، وبقى عندهم يعني قاعده علميه جامده جدا للايجيبتولوجي، فاصبح الفرنساوي والالماني اساس لعلم المصريات، وبالتالي هم اللي بيدوني معلومات مش انا اللي هفيدهم فيها. فالواقع هو العكس، هو الحقيقي ان هم اللي بيفيدوني، ويا ريت انا اقدر افيدهم بحاجه، بس يعني ممكن ان انا اسهل لهم انهم يدرسوا اكتر عندي البعثات اكتر وكده حاجات كده، لكن هم اوريدي عارفين عني اكتر من عارف عن نفسي. يعني هو الاجنبي بيعرف عن اثاري اكتر من عارف عني. طب خليني اسال سؤال بطريقه عكسيه، احنا ليه ما نستفدش من عرض الاثار المصريه في الخارج؟ يعني هل بنحقق الاستفاده القصوى؟ حلو ان احنا يعني انا رايي انا مع كده، وانا شايف ان احنا المفروض نروج لاثارنا بره ونعملها بره اكتر واكتر. لكن في تخوفات تتكسر بره، لو انا اطلع ابعت في معهد يتكسر حاجه، تروح ما ترجعش، مش عارف يحصل، ففي تخوفات. لكن انا رايي نطلع اثارنا بره ونعرضها ونحرص عليها ونجيب بيها سياحه لمصر، لان الاثار اكتر حاجه بتجيب السياحه، عشان كده دمج الاثنين مع بعض كان صح، اثار وسياحه. الاثار هي بتجيب السياحه والسياحه بتدعم الاثار. وقتنا مر سريعا معاك وانتهى، لكن سعيد جدا بسيادتك بوجودك دكتور رامي مينا المرشد السياحي، نراك على خير وقريبا. ربنا يخليك يا دكتور، ميرسي. بشكرك يا دكتور، مشاهدينا الكرام خليكم معانا، الاقتصاد الاخضر تاني فقرتنا واخرها في بيت العيله، انتظرونا لكن بعد هذا الفاصل.